رغم كل سرقة القلب أول كلمة حكيتها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا والد الشهيد يوسف محمد عبد القادر أبو حسين كان بيشتغل في إذاعة الأقصى وحضر رسالة ماجستير وكان بيستنى أنه يعني يناقشوا له إياها. أصر علي أطلع من البيت وبرضو أنا رفضت وعاود أصر وعصب عصب على حكاية لا اطلعي إيش مال ليش أنت بتعملي هيك لا بدك تطلعي. حكى لي روحي وبدي اجي اهلك. رنيت عليه حكيت له وين اللي بده يجي مش انت وعدتني انك تيجي عبيت اهلي. حكى لي اه صحيح انا بس اليوم مش حقدر اجي لانه بكره علي دوام صباحي بروح على دوامي وبميل عليك وبضل. اما انا هلقيتها صعب اني اجي قلت له لا انت وعدتني حكيت لي بدك تيجي المغرب كيف يعني ما بتجيش. حكى لي خلص تضغطني رجع كرر الكلمة سيبيني براحتي. آخر مرة لما شفته كان يحضر على الأخبار كان في ليليتها كان موجود عندي فقلت له حتى أجيب قلت له يا بني أجيب لك شمامة من تحت فجاب شمامة شقحتها قال لي قلت له حلوة تعال الكل قال لي ساقعة قلت له اه ساقعة قال لي والله علي دوام بخاف انه زي ما تقول يعني تأثر على صوتي واخذ تفاحة واكل من قرن موز وطلع على شقته. صلينا الفجر وبعد الفجر اللي هو اخويا بيحكي استهدفوا البيت صاروخ استطلع انا خلص يعني في اللحظة هذه انا يعني مش انا مش قادر اوصف الشيء. قول هنا وانا قرينا اخواتي اول واحد ما ردش رنيت على الثاني رد علي كان وضعه صعب احكي لي نيالك ونياله بضحك والله بضحك يا اختي بضحك بعد ما استشهد صرنا نسترجع يعني وانت في الحدث لا بتحسش ايش يعني لا ايش بيحكي لا ايش بعيد يعني بعيد ما بتتوقعش ولا بتتخيل يعني بس بعد ما استشهد انا صرت استرجع اه كان يحكي هو كان يحكي لي بس انا اقابل كلامه دائما 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 في مع بعض أنا وياك الأولاد كمان يعني مش إنه أنا لحالي أو هو مع بعض مع بعض. الآن هذا صحفي يعني الصحفي الآن هذا هل هو مستهدف؟ ليش؟ لا بيحمل كلاشين ولا بيحمل أر بي جي ولا عنده طيارة ولا عنده دبابة ولا عنده مدفعية ولا إله في هالشغلات هذه هو أكثر من إعلامي ما فيش وبقول الحقيقة وإحنا زي ما تقول هذول الناس بدهم يطمسوا الحقائق اللي هم زي ما تقول بيغيروا الحقيقة من الأول للآخر وزي صفية المشتية اللي فيهم اللي فيكم بيحطوهم فيها فالأمر لما بيقولوا هذا إرهابي إرهابي على إيش؟ على الكلام؟ على الحكي؟ لكن ربك سبحانه وتعالى بالمرصاد رسالة الأبطال هذول أبطال فعلا والله أبطال مش راح أسمح إنهم يكونوا أقل من أبوهم مش راح أسمح بإذن الله راح يطلعوا من حفظة القرآن وهم طبعاً من الأوائل وهو موجود أوائل المدارس يعني الحمد لله بس راح يزيدوا بإذن الله وراح يفتخر فينا بإذن الله يفتخر فيه في أولاده بإذن الله فيعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمه وإحنا ربنا أكرمنا وإحنا مشروع شهادة إحنا بنقول الموت تحيا فلسطين الآن بنقول موت تحيا القدس وفلسطين من الجلدة للجلدة.